مركز الصحة الأساسية التطور المنخرط في برنامج الاعتماد والتأهيل في المجال الصحي والممول من طرف برنامج الصحة عزيزة هو ثمرة الشراكة بين البلدية والصحة. كان هذا سبب في تقديم خدمات جيدة للمواطن عن طريق توفير ممر خاص بالمعوقين، تهيئة الحديقة وتنظيفها، توفير حاويات لتأمين النفايات الاستشفائية والعادية، وتقديم هبات من طرف البلدية للمركز، وهذا اللي ساهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمركز. كلنا نعرفوا اللي باش نقدموا خدمات صحية ذات جودة في مستوى انتظارات المواطن لازم تتضافر مجهودات كل الأطراف. هذاك اللي خلى الإدارة الجهوية للصحة تدعو للشراكة مع بلدية جندوبة اللي انخرطت في البرنامج في إطار الشراكة اللي دعالها برنامج الصحة عزيزة الممول من الاتحاد الأوروبي، وكانت النتائج ناجعة وملموسة. اليوم نحب نحكي من خلال تجربة خاصة على أهمية منهج التصرف حسب الأهداف في بلوغ خدمات صحية أرقى. المنهج هذا وقع تكريسه ضمن برنامج الصحة عزيزة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بمناسبة تدخله بالمركز الوسيط بسليان، حيث أن التدخل نتاع برنامج الصحة عزيزة كان انطلاقا واعتمادا أساسا على مبدأ التشاركية في تشخيص الواقع بالمركز الوسيط، في تحديد الأهداف المراد بلوغها، وبالتالي في تحديد الوسائل والآليات اللي واجب اعتمادها وتوفيرها. يعني أنه جميع مكونات البرنامج من تشخيص، مساندة، مرافقة، تكوين، توفير آليات ووسائل عمل ما كانش بصفة اعتباطية، بل بالعكس كان انطلاقا من الواقع الحقيقي للمركز الوسيط، وبالتالي النتائج ما تنجم تكون كان جد إيجابية ومشرفة. فمثلا مش نعطي بعض الأمثلة على النتائج الإيجابية اللي هي في الحقيقة انعكست، مش خطر احنا باش نحكيوا عليها، وانما من خلال الانطباع العام الموجود عند المواطنين اللي هم يجيوا المركز هذا. مثلا في مجال جوده الخدمات وقع اقرار عياده امراض مزمنه خاصه بالمرضى اللي يحملوا مرض ضغط الدم او السكري. العياده ذي وقع اقرارها بصفه يوميه مستقله وشخصيه لكل مريض، وكانت العياده ذي مرفوقه والا في نفس المكان مع امبلاتو تكنيك متكون من ان لابو بيولوجيك اي يونيتي راديو متكاملين، مما خلى التنفيذ العنايه باصحاب الامراض المزمنه هذوما يكون معناتها طبقا لمقتضيات البرنامج الوطني اشتيا ديابيت، بروجرام ناسيونال اشتيا ديابيت. نجم نذكر مثال اخر في مجال الجوده، هو توفير مجموعه من الخدمات او الوحدات المتكامله. مثلا ما كانش عندنا قبل وحده للتعقيم، وهيئنا وحده خاصه بالتعقيم للمركز الكلي. كيف ما يجمش يجيك مريض لهنا وليزاك دو سوا يخدمهم في يونيتي واحده اخرى، عملنا يونيتي دو سوا، اون سال دو سوا كونفورم وبيان ايكيبي. مثال اخر في مجال الحوكمه وحسن التصرف، نحب ناكد لهنا وانه المركز هذا بدا حيز الاستغلال من خلال عمليه اعاده توظيف وتعيين للاعوان الموجودين بمجمع الصح حسب مؤهلاتهم وحسب مقتضيات العمل بالمركز الوسيط. نحب نذكر مره اخرى وانه المركز هذا يدخل حيز الاستغلال دون أي انتداب جديد من قبل سلطة الإشراف. كذلك مثال آخر مهم في مجال الحوكمة وحسن التصرف هو اعتماد لانفورماتيزاسيون دو لا جيستيون ميديكامونتوز، اللي هي مكنتنا باش نعرفوا الستوك ان امبورت كيل انستون، خلاتنا اون بريفوا لو مانك اي، وخلاتنا زاد نستبقوا النقص في الأدوية، وكيف باش نرشدوا استعمال الأدوية نظرا لما لها من انعكاس مالي على ميزانية المؤسسة. بالنسبة لتسهيل الخدمات للمرضى، وقعت في الإطار ذي إعادة تهيئة داخلية للمركز الوسيط بإحداث وحدات عمل جديدة اقتضتها ضرورة العمل واقتضاها الواقع اللي وقع تشخيصه في مرحلة سابقة. نعاود نأكد على الحكاية هذه مثلا كمثال بسيط، وقع السهو عليها وقع تداركها، هي تهيئة ممر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. الأمثلة في الحقيقة عديدة ومتعددة، والنتائج جد مشرفة هذه أدت إلى قبول ملف اعتماد المركز الوسيط من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
في المجال الطبي اللي هو مجال علمي بالأساس، ديما ثم جديد والعلم يتطور والطب يتطور، واحنا في مركز الوسيط بحي لونس بالكيف كإطارات طبية وشبه طبية نمنو بمواكبة هالتطور، ولكن التطور هذا عنده كلفة والمواكبة عندها كلفة. جاء البرنامج الصحة عزيزة واعطانا فرصة ما تتكررش باش نواكبوا هالتطور، وكانت الانطلاقة الفعلية بتشريك رواد المركز من المرضى في بحث علمي أنكيت دو ساتيسفاكسيون، طلعنا من خلالها على مدى رضاهم على المركز وعلى الخدمات المقدمة من طرف عوائل المركز. خذينا الدراسة هذه وعرفنا بالضبط وشنية طالبين المرضى وشنية حاجياتهم وشنو يحبوا من المركز يقدم لهم. ركزنا خاصة على التكوين المستمر لعوائل المركز، جميع عوائل المركز بواسطة خبراء استعنا بهم من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في مجال الصحة، ورافقونا على الميدان، وفي الحقيقة استفدنا استفادة كبيرة ياسر. مكننا البرنامج هذايا من تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومن حسن استقبالهم ومن النظافة في ظل جائحة كورونا. برنامج الصحة عزيزة هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بكلفة 20 مليون أورو. البرنامج يحتوي على دعم وتحصير التجهيزات بمختلف أنواعها، سيارات إسعاف، تجهيزات طبية، سيارات عمل، إضافة إلى دعم الفرق الصحية من خلال المرافقة الفنية بكلفة 4.5 مليون أورو ومساهمة الجمعيات بتمويلها ب 2.5 مليون أورو في إطار برنامج الصحة عزيزة. هذه المساهمة كانت لها نتائج جد إيجابية لجهات الكاف وجندوبة وسيليانا، وذلك من خلال الرفع من مستوى الجودة بهذه التجهيزات، الرفع من مستوى أداء الفرق من خلال برامج التكوين المستمر، ومساهمة المجتمع المدني من خلال برنامج صحة عزيزة. من خلال برنامج الصحة عزيزة، تونس والاتحاد الأوروبي معاً لدعم صحة المواطن والمجتمع.